بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقلنا إن الحق بيّن لنا أن المال وهو كل ما يتمول، والبنون وهم الذرية زينة الحياة الدنيا، فهم لا يمثلون ضرورة فيها، لأنه يعيش الإنسان بدون مال وبدون بنين بقيم تعطي له الخير ورضا يرضيه عن خالقه، ما دام كما قال الرسول معافا في بدنه آمنا في سربه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. إذن فالمال والبنون زينة، وقلنا أنه قدم المال على البنون لأن البنون تأتي عن طريق المال، عايز يتجوز يدفع مهر وتبعات ومش عارف إيه. إذن فكل واحد قد يكون له مال وإيه ولا يكون له بنون. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، إما للضرورة فيها إيه؟ الضرورة أن تكون هي مزرعة للآخرة، تلك هي الضرورة، لأن تكون وسيلة لحياة باقية دائمة ناعمة مسعدة، لا تنتهي أنت من النعيم فتتركه ولا ينتهي النعيم منك فيتركك، وهي الجنة. يبقى إذن الضرورة هي القيم وهي الدين وهي تنظيم حركة الحياة على وفق ما أراد الله لخالق الحياة. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات، يبقى أكن مدام قال والباقيات الصالحات، يبقى اللي قبل كده مش باقي، زائل بزوام الدنيا. والباقيات الصالحات، مش كل باق، وإلا فسيبقى لهم عمل سيء يخلدون فيه في الايه؟ في النار. إذن الباقيات الصالحات، ولذلك قلنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة حينما قالت: أنا وزعت كل الشاه ولم أبق إلا كتفها، فقال: كلها بقي إلا كتفها. والباقيات الصالحات خير، وخير عند مين؟ شوف الخير لما يكون عند ربنا بقى، لأن خير كل مضاف إليه يأتي على قوة المضاف إليه. خيرك غير خير اللي أغدى منك، غير الخير الحاكم، يبقى خير ربنا إيه؟ خير عند ربك، عند ربك ثوابا وخير أملا. والأمل هو ما يتطلع إليه الإنسان مما لم تكن به حالته، يبقى عنده حاجة ويأمل إنه يكون عنده حاجة تانية، يبقى الأمل الأعلى يبقى عند مين؟ عند الحق سبحانه وتعالى. كل هذا يبين لنا أن هذه الدنيا زائلة وأننا ذاهبون إلى يوم باق. أردف الله كل هذا مناسب للباقيات الصالحات. إيه؟ إيه اللي مناسب للباقيات الصالحات؟ قال له: اذكر جيدا يوم نسير الجبال، يعني تنتهي الدنيا، يبقى اعمل للباقي، لأننا حنسير الجبال. الجبال اللي انت شايفها ثابتة ورسخة والأجيال تتوارث حجمها وجرمها وقوتها وصلابتها وهي باقية، فالجبال إيه اللي أرساها ربنا؟ يعني يوم نسير الجبال، ومعنى تسيير الجبال إزالتها عن أماكنها، وسيرت الجبال فكانت سرابا. وبعدين يقول برة: وإذا الجبال نسفت، مش كده؟ وبعدها يقول: السماء كالمهل والجبال كالعين المنفوش والناس كالجراد المبسوس والجبال كالعين المنفوش. تبقى الجبال الصلبة دي اللي قدامك تبقى تنتهي. ويوم نسير الجبال، وجاب أقوى مظهر ثابت. ليه؟ لأن في حاجات تانية موجودة على الأرض، في عمائر وفيه ناطحات سحاب وفيه شجر كبير معمر طويل وعريض وفيه 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 كل حاجة دي. قال جاب الحاجة الإيه؟ السبت القوية الراسخة. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة. الأرض بارزة، بارزة يعني إيه؟ أم قال لك الأرض كل ما أقلك، اللي انت فوق ده يبقى أرض، واللي يعلوك يبقى
سمع وترى الأرض بارزة. هي ما كانتش بارزة الأول، ده بارزة يعني إيه؟ البراز هو الفضاء، أي وترى الأرض فضاء ما فيهاش حاجة، فعل الجبال ضاعت نسفت، وإذا كانت الجبال نسفت تبقى المباني والأشجار حتى البحر الذي يغطي قطعة من يابسة الأرض، الله البحار فجرت، الله تبقى إيه؟ تبقى الأرض برزت بعد أن كانت مختبئة بعضها تحت هذه الأشياء، فمختبئ بعضها تحت الجبال وبعضها تحت المباني العالية وبعضها تحت الشجر وبعضها تحت الإيه؟ تحت الماء بارزة. ولك البراز هو الفضاء، أصبحت الأرض إيه؟ فضاء. طيب، ولذلك إحنا حتى لما نيجي نتكلم في موضوع كده ونتناقش فيه وواحد يعمل فتوى على واحد يقول له إيه؟ اطلع لي بره، اطلع لي إيه؟ ولذلك يسموها المبارزة، بارزة فلان يعني إيه؟ صارعه في الإيه؟ في الفضاء. ليه في الفضاء؟ قال لك علشان ما يلاقيش لا حيطه السن ده ولا حاره يتدرى فيها ولا حاجه، هي اطلع لي بره يعني مش هنا. وترى الارض بارزه وحشرناهم، حشرناهم يعني جمعناهم ليوم الحساب، لانهم فارقوا الدنيا على مراحل، ده من اول ادم عماله كل يوم كده وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا. كلمة نغادر يعني نترك، لم نترك منهم أحد، الكل إيه؟ معروضون على الإيه؟ على الله في يوم الإيه؟ البعث. كلمة نغادر يعني نترك، والمادة دي نفسها كلها تؤدي معنى الترك. مثلا الغدر ترك الوفاء، خيانة الأمانة غدر، ترك الأمانة. حتى غدير المية، الغدير اللي احنا بنقول عليه غدير المية، الأناية اللي فيها شوية مية، يقول لك المطر إيه؟ نزل وملى الأرض ثم ذهب المطر وغادر شيئا في المواطي، الحته الواطيه غادرها، اسمه ايه؟ كل الماده غدر يعني ترك. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره، زي ما نزلت من بطن امك عريان مالكش ما معكش حاجه ومش عارف ايه، ولا اخو كذلك. والايه الثانيه يقول ايه؟ ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول ايه؟ مره، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. دي آية أوسع بقى، وما نرى معكم شفعاءكم الذين إيه؟ زعمتم أنهم فينهم إيه؟ لقد تقطع بينكم، تقطع يعني قطعتم عنهم وإيه؟ وضلوا من السبيل. نعم. وعرضوا على ربك صفا، وعرضوا على ربك، ما هو العرض؟ العرض هو أن يستقبل العارض المعروض استقبالا منظما يدل على كل هيئاته. يعني انتوا زي ما بيعرضوا العرض العسكري، معنى عرض عسكري يعني ايه؟ القائد مثلا بيجي يعرض ايه القوات بتاعته، تعرض عليه كده قدامه عشان يشوف على كل ايه؟ على كل احواله. وعرضوا على ربك ايه؟ صفا، صف يعني ايه؟ انتظام، صف صفوف، حتى الملائكة، وجاء ربك والملائكة ايه؟ صف. يبقى الصف عشان يبقى عملية منتظمة وعملية ايه؟ مميزة، كل واحد مش مهرجل، ده ضايع فيه ده وده متداري فيه، لا لا. ولذلك يقول لك حتى ان الصفوف، يقول لك الصفوف متداخلة. يعني ايه متداخلة؟ الصف الاولاني ويجي راس التاني بين الراس الاولانية والتانية والعكس كده، عشان تبقى ايه يعني مش درس ده ورا ده ورا ده ورا ده ورا ده، لا الاول كده يتوجد وبعدين ايه يجي الصف اللي بعده راس اللي في الصف الثاني بين ايه بين كتف الثاني، عشان يبقى كله ايه يبقى كله واضح، كله واضح. ولذلك سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول ان رسول الله صلى الله عليه حدثنا فقال يحشر الله الخلق ثم ينادي يا عبادي احضروا حجتكم، كل واحد يحضر الحجه اللي يبقى له يقابل بها ربنا، ويسروا جوابكم فانكم مجموعون محاسبون مسؤولون. يا ملائكتي اقيموا عبادي صفوفا على اطراف انامل اقدامهم للحساب،
شوف بقى واقفين ازاي، شوف الوقفه بقى، شوف الايه الوقفه، واقف على اطراف ايه، اطراف انامل اقدامه. شوف الواحد اللي واقف ده لما يكون واقف على إيه؟ على قدمه يبقى تعبان، لما يكون واقف على الانامل كلها يبقى تعبان، اذا ما بالك وانه واقف على اطراف انامل الاقدام. شوف الجسم ده كله يجي تقله على ايه، على اطراف الايه الانامل، لان الجسم ثقله بيوزع في الوقوف، بيوزع على القدمين، ولما يكون على الاطراف يبقى الثقل كله جاي على ايه، على اطراف الانامل. شوف بقى الايه التعب، ولما يقعد يبقى الثقل على ايه، على المقعد بتاعه، يبقى خف ولا ما خفش، ولما ينام يبقى الثقل على يبقى كل ايه، كل جسمه. فحيقفوا على اطراف انامل اقدامهم، ولذلك بيقول لك ان الموقف يبقى صعب حتى انهم يتمنون الانصراف ولو الى النار. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا. الخطاب بقى يبقى للكفار يلي قالوا ان مش هنرد الى ربنا، مش بل زعمتم، والزعم مطيه الكذب، ما دام تسمع زعمه تبقى مطيه الايه، مطيه الكذب. ان لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب. وضع الكتاب، من الذي وضعه؟ الملائكه بامر الله، تاخذ الكتاب كل واحد تدي له ايه كتابه، ولذلك بقى هيبقى صور متعدده. اللي خد كتابه بيمينه يقول ايه، يفرح ويقول ها اقرأوا كتابيه، يعني شوفونا انا واخد الاول، شوف الدرجات بتاعتي قد ايه، شوفوا مش عارف زي ما يعمل التلميذ والتلامذه، ها اقرأوا ايه، يعني كتاب لا يخجل بل يشرف ان يقراه الغير. ولما يكون عند الواحد حاجه مش كويسه بيحب تبقى عند نفسه، لما حدش ايه، ما حدش اللي عنده كام دايره حمراء كده يداري الشهاده، انما اللي واخد كده كلها مش عارف ايه ايه باين. طب ده اللي خد كتابه بيمينه، واللي خد كتابه بشماله يقول يا ليتني لم اوت كتابيه ولم ادري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضيه، يعني نموت ولا فيش بعث ولا اي حاجه، ما اغنى عني ماليه، اللي احنا قلنا عليه ايه، ما اغنى عني ايه ماليه. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين خائفين، عمالين يرتعشوا مشفقين مما فيه. ربنا بيصور الحاله دي ليه؟ يعني ربنا يعني يريد ان هو يفزع عباده كده الفزع ده. قال لك حينما يضخم الله العقوبه في وقت تتدارك فيه عدم العقوبه يبقى بيخدمك، يبقى بايه بيخدمك. فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون، مشفقين والاشفاق ده عمليه خوف القلب ولجلجته، والقول بقى نزوع القول، يقولوا ايه، يقولون يا ويلتنا يا ويلتنا، يا ده حرف ندي، الواحد ينادي اللي عايزه يجي. طب وانا بنادي الويل يجيني، يعني بقول يا ويلتنا يا حسرتنا يا هلاكنا هذا اوانك فاحضري، اوانك هو تعال الايه هناك ايه لما ضرب الله واطلع عليهم نبأ ابني ايه ادم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما، وبعدين لما قتل اخوه فبعث الله غرابا ايه يبحث في الارض ليه، عشان ايه، ليريه كيف يواري سوءة اخيه. ده كانه اول ميت، ده كانه ده اول ايه، وما يعرفوش حكايه الدفن دي، الغراب اللي علمنا، مش كده اللي احنا بنقول عليهم ده بهايم، مش كده الغراب اللي علمنا. فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه، فاتحسر على نفسه وقال يا ويلتا يا هلاك، اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءة اخي. يبقى الغراب علمه هو بيتحسر لو ما يبقى زي مين، علشان ما نبقاش نقول دول بهايم، دول مش عارف ايه، بهايم ايه، يا ريتنا زيهم. ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة، لا يترك يعني، ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عمل، أحصاها يعني إيه، عدها وبندها كده، ووجدوا ما عملوا
كل اللي عملوه يلاقوه في الايه؟ في الكتاب. ولا يظلم ربك احدا، ما دام بيقول ولا يظلم ربك احدا يلتفتوا الى ان الله عادل ظالم، مش هياخذكم الا باللي ايه اللي عملتوه. وبعد ذلك يقول لنا الحق: واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. قصه ادم وقصه سجود الملائكه لادم تكررت كذا مره في القران، انما كل مره لها ايه؟ لها لقطه. هنا عمال بيقول لهم انتم كان يجب عليكم ان تذكروا جيدا عداوه ابليس لابيكم ادم، وتتذكروا جيدا انه اخذ عهد امام الله على نفسه ان هو ايه هيغويكم اجمعين، فكان يجب ان تتنبهوا لهذه، واذا حدثكم بشيء تفتكروه، زي ما واحد يقعد يحذرك ويرب عندك مناعه. المناعه معناها ايه؟ المناعه ان تاتي بالشيء الذي يضر مستقبلا حين يفاجئ، وتخلي الجسم يتربى على انه يدفعه، زي ما بيجي مرض خبيث والعياذ بالله يقول لك ايه الطعم ضد الدفتري، بس كده مش كده، الطعم ضد السل، الطعم ضد شل الاثار، ده انت بتجيب الميكروب نفسه وتديه له. أم قال لك بتجيب الميكروب خامد همدان، والجسم بقى يروح يعمل ايه؟ يجند نفسه عشان يدفعه، عشان اذا جه بصح يبقى الجسم عنده ايه؟ منع. فكذلك قول الله له يا ناس افتكروا كويس ان ابليس عدو لادم، وعدو استكبارا في الارض، وعدو لانه قال له انا لاحتنكن ذريتك، يعني مش هخلي واحد ينفد مني ابدا الا قليلا ممن عصمهم الايه؟ ممن عصمهم الله. فهنا بيقول يا ناس تنبهم، ما دام حنسير الجبال والجيل الكتاب ومش عارف، اتنبهوا بقى لمين؟ لمن يجعلكم في موقف حرج يوم القيامة، وبعد ذلك تجد الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. وأنا بقول لكم من دلوقتي وعندكم زمن لسه مستقبل، فحاولوا أن تتوبوا إلى الله، وحاولوا أنكم تصلحوا الأمر بينكم وبين إيه؟ وبين ربكم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، احنا قلنا زمان إنك إيش معنى القل للملائكة؟ الملائكة أشرف المخلوقات، لأنهم دول مخلوقات لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهل إذا قال الله للملائكة لهذه صفتهم اسجدوا لآدم، السجود معناه الخضوع، وأن هذا هو الخليفة الذي آمركم بأن تكونوا في خدمته المدبرات أمر، تكونوا في خدمته، له معقبات من بين يديه ومن إيه ومن خلفه يحفظونه من إيه من، يعني أنت مهمتكم مع دول. ولذلك هؤلاء الملائكة هم الموكلون بخدمة الإنسان، المدبرات إيه؟ المدبرات أمر في خدمة الإنسان. فإذا كان الله قد جند الملائكة لخدمة الإنسان وأمرهم بالسجود إعلانا لذلك الخضوع لذلك الإنسان، إحنا في خدمتك، زي ما يجي واحد مثلا يكون شاري قصر وفيه بقى مثلا خدم كتير وهو إلى آخره، وبعد ذلك يجي سيد القصر يدخل يقول له هذا هو الإيه؟ السيد اللي أنتوا هتكونوا في إيه؟ في خدمته. طب يبقى معنى ذلك انه اخذ العهد على كل مسخرات الارض، طب ما هو السماء والارض والجبال والدنيا كلها مسخره له ولا لا؟ انما هو جاب اشرف الايه؟ اشرف المخلوقات. واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم، واحنا طبعا قلنا زمان اختلفوا ابليس كان من الملائكه ولا من الجن، هذه الايه قطعت الخلاف وحسمت فقالت الا ابليس كان من الجن، وما دام ده قول صريح بجنسيته يبقى ما يصحش ان نقول ابليس من الجن ولا من الايه؟ من الملائكه. الا ابليس كان من الجن، وما دام كان من الجن وهم جنس مختار في ان يفعل وان لا يفعل، يبقى هو ففسق عن امر ربه، يبقى فسق ابليس ليه؟ لانه من الجن، والجن عرضه انه ايه؟ يطيع، وعرضه انه ايه؟ رجع الى اصله. الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه افتتخذونه وذريته، كلمه وذريته يدل على ان في تناسل، وبيتجوزوا وبيجيبوا اولاد ومش عارف ايه، ولا ذريته كل من كان على ايه طريقته في الاغواء ولو كان من الايه من الانس، يبقى من شياطين الايه شياطين الانس. افتتخذونه وذريته اولياء من دوني، انا اللي خالق وانا اللي امرته ملائكه تسجد لكم وابليس امتنع، وبعدين تاخدوا ابليس وتسيبوه،
أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو؟ بئس للظالمين بدلا، بئس البدل إنكم تاخدوا إبليس الذي أبى واستكبر أن يسجد لأبيكم وتسيبوا اللي خلقكم واللي أمر الملائكة أن تسجد لإيه؟ لأبيكم. ليه تدولهم الجن والإبليس تدولوا الميزة دي وتسمعوا كلامه؟ ليه؟ هم معاونين لله؟ هم كانوا مع الله في خلقكم ولا في خلق السماوات والأرض؟ ده اللي خالق السماوات اللي خالق الأرض، ولذلك يقول ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، مش ما أعنونيش على خلق السماء والأرض، ده ما شهدوش المظهر ده. ليه؟ لأن السماء والأرض مخلوقة قبلهم، يبقى اتخلقت إيه قبلهم؟ ولا خلق أنفسهم، لأنه ساعة من خلقهم ما كانوش موجودين، يبقى ما أشهدتهم مش ما أعنونيش، ده بس شهود الأمر، شهود الإيه؟ حتى أنهم يخبروكم ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عضدا. عضدا يعني عونوني، لا أشهدتهم ولا كانوا إيه معونين لي. العضد هو القوة التي تسعفك وتسندك، ودي مأخوذة من إيه؟ الإنسان يزاول غالب أعماله بيديه، وحين يزاول أعماله بيديه فيه أعضاء تتحرك قبضا وبسطا واتجاها يمينا وشمالا وأعلى، خلاص، وانبساط وحركات كتير أهي. إيه الحركة دي؟ ده الحركة دي لازم لها منظم، هذا المنظم الموتور ده كله في العضد، هنا عضلة العضد. يبقى أخذ العضد المساعد والمعين من إيه؟ من العضد بتاع، لأن العضد هو اللي بيحرك الإيه؟ بيحرك الألم. وش معنى يعني اليد؟ لأن بها مزاولة الأعمال وخاصة الأعمال الدقيقة. تلتفت تلاقي واحد يمسك إبرة بإيده، طب يمسكها إزاي؟ شوف بس يمسكها إزاي، شوف إزاي الإيد بتجتمع عشان تمسك الإبرة، شيء شيء، وتمسك الحاجة الضخمة، الله، انفعالات كلها علشان إيه؟ عشان يبين لك دقة الإيه؟ دقة الصنع ده، علشان بالدروزر ده اللي بيهدوا بيه ويتحرك، شوف بقى الواد بيعمل كم حركة عشان بس الدراع يمشي كده ويجي كده ويجي، شوف بيعمل كم حركة، وانت بتعملها ولا انت دارس، والولد يعملها ولا هوش عارف هيحرك ايه، مسمار ايه اللي يتحرك ليه، طب لما عاوز اقوم احرك ايه عشان اقوم، ولما عاوز اقعد احرك ايه عشان اقعد، ولما عاوز ارفع ايدي احرك، ما تعرفش ازاي، ما تعرفش، حتى اجزائك مسخره لارادتك، تعوز تقف تقف، تقف مش عارف ايه ده. ولذلك يقول لك ربنا اوعى تفهم انك ميكانيكي، مش انسان ميكانيكي، انا ساعه ما عاوز عضله ما تتحركش ولا جرحه ما تتحركش اروح امر المخ واقطعه عنها كده يحصل شلل، تحاول تطلع ايدك ما تطلعش، مش مش الانسان الميكانيكي الالي، لا. ولا خلق انفسهم وما كنتم متخذ المضلين عضدا، وان عضد يعني ايه؟ معاون ومعين ومساند. فيه ايه في القران قال سنشد عضدك باخيك، يعني نديك سنشد عضدك باخيك. ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنتم متخذ المضلين عضدا. ويوم يقول يعني واذكر يا محمد وليذكر معك تذكر معك أمتك، ويوم نقول نادوا شركائي الذين زعمتم، نقول لهم فين الشركاء اللي كنتوا، ما تجيبوهم كده هاتوهم لنا بقى كده. ويوم ايه يقولوا نادوا شركائكم الذين زعمتم، ويوم نقول نادوا شركائي الذين ايه زعمتم، انتم زعمتم ولا زعمتم كذبتم فيها، فدعوهم فلم يستجيبوا له. شوف السماجل، طب هو بيقولوا نادوا شركاء الذين زعمت، كان يصح انهم ينكسفوا ويسكتوا ما يجاوبوش ويقولوا ما فيش شركاء، ده احنا كنا بننصب ونكذب وبتاع. قال فدعوهم ام قال لك يجوز ان من الشركاء اناس فوق دون التكليف واناس فوق التكليف، مثلا قالوا ده عيسى، قالوا ده عزير، وده مش حق لما يدعوه يستجيب ده. طب والحاجات التانية بقى اللي عبدوا الشمس وعبدوا القمر وعبدوا مش عارف ايه؟ قال لك وقد يكونوا قد عبدوا ناس فاطاعوهم، عبدوا ناس زيهم يبقوا موجودين قدامهم. قالوا لهم ما تيجي تشوفوا لنا الحكايه دي ايه، انش شو احنا مش كنا بنقول احنا بنعبدهم عشان ايه
يقربون الى الله زلفى، ما تيجوا لنا كده. فدعوهم، قطعت الحجة، تعالوا. فلم يستجيبوا لهم، وجعلنا بينهم موبقا، بين الداعي وبين الايه المدعو موبقا. ايه يعني قال الموبق؟ يعني المكان الذي يحصل فيه هلاك. وبقى يعني هلك. ولذلك هناك الحق سبحانه وتعالى يقول في آية أخرى: إيه يا سيدي لم أنت، أو إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره أو يوبقهن بما كسبوا، يعني يهلكون. يبقى المو ال 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 إيه اللي بينهم وبين بعض الداعي والمدعو مكان هلاك. فلا الداعي يستطيع أن يلوز بالمدعو، ولا المدعو يستطيع أن ينتصر للداعي ويروح له، لأن بينهم وبين بعض إيه خندق هلاك. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم. فأول إطاعة لله إنه ساعة ما قال لهم إيه، ساعة ما قال لهم إيه يوم يقول نادوا شركائي الذين إيه زعمتم، أول إطاعة لهم أنهم دعوا وجاوبوا ربنا فيه. وكل الأوامر الأخرى ما إيه منهم. فدعوهم فلم يستجيبوا لهم، وجعلنا بينهم موبقا، أي إيه وادي هلاك، لا ده يقدر يروح لده ولا يقدر، ولا ده يقدر ايه يجي له. ورأى المجرمون النار. الرؤية ووقوع البصر على المرئية. الرؤية بتيجي من مين؟ من اللي هيتعذب. قال لك وحتيجي رؤية من النار اللي هتعذب نفسها، لأنها هي بتناديهم عايزة تشوفهم، تعالوا بقى، ما هي مستعدة لهم. ولذلك هتقول ايه يوم نقول لجهنم ايه هل امتلأتي، تقول له هل من مزيد، هاتهم الذي هاتهم هاتهم. ولذلك هم ايه يرى المجرمون النار وهي تراهم. ولذلك في آية تانية تيجي تقول ايه اذا رأتهم سمعوا لها تغيظا وزفيرا، يعني منغاظة ومنحورة وعملت تزفر عايزة ايه امسك. نعم. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم، ويبقى الرؤية متبادلة، المعذب والمعذب الاثنين هيشوفوا بعض، عارفينهم بعضهم. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها. طب هي ظنوا ايه؟ قال لك الظن يطلق مرة بمعنى اليقين، لأنه إن كان ظن عنك إنما هو يقين، إنما هو. ولذلك ايه الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، ما دام يعني يعتقد. طيب يا سيدي. ورأى المجرمون النار فظنوا انهم واقعوها. المجرمون يعني اللي ارتكبوا جرائم وعلى رأسها قمة الايه الكفر. فظنوا انهم واقعوها وعين فيها ولم يجدوا عنها مصرفا. الله، يبقى فيه موبق ولا فيش حتة يطلعوا لها، مصرف يعني ينصرف له، ما فيش، لا ده موجود الموبق والمصرف ايه ممتنع. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، ودي سبقت، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.